Alors, qu'est-ce qu'il y a? Macaboué. Qu'est-ce qu'il y a, Macaboué? Il y a Rekan dans la Gurzwan. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Macaboué? Direct. قال هناك وغادي سلت زرتي الزمان ها هناك سلت زرتي الزمان اين نسيادة هيا ورات تصدر غيل تصدر او كنساق ساكين كني لا ذاك الشا هذا جماعت واخا منوت مغارينا راه سلت تهلت ها منوت زاد وكا هليكي انشري في كربي ياكل اللحي بلا كرات الحالة ديال السي ابراهيم ايت المهدي ولا الدار ابراهيم كما كنقولوا ليه هو واحد الشخص اللي ممكن نقدروا نقولوا عليه اكبر معمر باقليم تيزنيت وهو اكبر معمر دابا كتعرفوا ضال ايوا عن عمر يناهز 110 سنوات كما كنعرفوا بنادم كبير راه العقل كي مره كيمشي مره كيجي حنا تحققنا من العمر ديالو انه في حوالي 110 سنوات كان متزوج رب لأسرتين ولكن توفيت الزوجات ديالو باقين عنده ابنين واحد راه خدام دابا معيل الأسرة ديالو ما ولكن لا يقدر على الإعالة ديال الأب ديالو وواحد يعاني من إعاقة تصعب معه العيشة فهاد الناس هادو بجوج خصهم رعاية اجتماعية لا الأب لا الابن ديالو ضال إيوا بحكم أنها تعتني بالمشردين والمسنين بالدرجة الأولى فقد استطعت أنها تقبل دابراهيم ولكن الابن ديالو ما استقبلناش عندنا نظرا لضيق المساحة ولضيق المقر. بالنسبة لدبرايم هو واحد الحالة استثنائية اللي نقدروا نقولوا جاتنا لدار الإيواء بحكم أنه بروميرمو أول مرة كنشوفوا واحد شخص طاعن في السن ولكن باقي شاب من ناحية موضوع الزواج فيما كتهضر معاك يهضر معاك على الزواج باقي غير يتزوج باقي مازال يعيش حياته باقي كيعيب إلا كيعيب ما كيعيبش المحيط ديالو ما كيعيبش الأسرة ديالو ولكن كيعيب راسه كيقول لك أودي أنا مازال باغي نتزوج أنا باقي قاد أنا قاد أنا وكيضحك معنا وينشط معنا واخا انا دابراهيم كيتخصو واحد العنايه الاجتماعيه اللي هي خاصه لانه ما كيبغي مع من يهضر بزاف كيبغي مع من يقشب كيبغي مع من يضحك من كيبغي يمشي للمرافق الصحيه كيخصو اللي تعاون معاه كتخصو شحال من حاجه يعني كما كنشوفوه دابا نيتا هو ما كيبغيش يسكت ما كيقدرش يسكت خصو ضروري يهضر لنا كما كنقولوا ديما بنادم اللي كيكون كبير في السن كيولي بحال داك الدري الصغير خصك تتعامل معاه بالادبيه ديال الدراري الصغار وبالابجديه ديالهم وتعطيه شويه خاطرو ونتمنى والله سبحانه وتعالى انه يسر لنا اللقاء ديالنا معاه ويسر لنا المقام ديالنا معاه والله يخرج سربيسنا بخير وعلى خير. السي ابراهيم احد رواد دار الايواء مدينه تيزنيت اللي كتشرف عليها جمعيه ولاد تيزنيت لرعايه العاجزين والمشردين. دخل لدار الايواء يوم 6 جنبير يعني في هذا الشهر جابوا واحد السيد من الدوار ديال الانزيل اللي هو كينتمي ليه من نواحي ديال تيزنيت في عمر ديالو 110 سنه. عنده ابنين. بالنسبه لهذه القضيه ديال الابناء هذه اللي حنا سولنا اللي عرفنا عليه اما بعض المرات هو من خلال الحديث ديالو كيكون عنده شويه ديال عدم التركيز مره كيقول لك جوج مره كيقول لك ثلاثه كذلك بانه كان مزوج بزوج الزوجات اللي كان باقي كد وما كانش كاره باش يتزوج حتى بالثالثه على حسب الهضره ديالو ولكن ما لقاش اللي شد ليه بيديه ويزوجوا بزوجه الثالثه اللي هو كان كيتمنى انها باش تعتني به وتراعيه وتعطيه العنايه اللي كيحتاج ليها. بالنسبه للحاله الصحيه ديالو كتبان لينا بانه في غالب الاحيان حسب بعض الروايات ديالو انه كيشتغل بالفلاحه اللي كيتحدث لينا على الحرث وعن الحصاد وعن الحقول عن شحال من حاجه اللي عندها علاقه بالفلاحه وحتى كما قلت سابقا الحاله ديالو الصحيه يعني كتعطينا واحد المؤشرات بانه لان الناس اللي كيخدموا في الفلاحه يعني انهم كيدوزوا اغلب وقتهم في الطبيعه يعني كيتغداو بمواد طبيعيه كيفيقوا الصباح بكري الحليب ديال البقره الى غير هذا من جميع المنتوجات حتى السنان ديالو راه باقي الحمد لله الصحه ديالو باقي غير فقط كما قلت قبيله بعض المرات كيقول واحد الهضره ويتناقض معها وهذا طبيعه الحال لظروف السن ولو يعني مع التقدم في السن اللي عنده يعني انسان معمر لكن انسان نشيط الذاكرة ديالو ما شاء الله يعني صباح مساء يتحدث عن اسماء يتحدث عن اماكن يتحدث عن ذكريات يتحدث عن الصلاة في المسجد يتحدث عن الحارث يتحدث عن الطبيعة يتحدث عن الجبال يتحدث على مسائل كثيرة جدا. احنا بالنسبة لنا بالنسبة لدار الإيواء كنعتبروه ذاكرة
الذاكره كتعطينا واحد 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 يعني واحد الفكره، ولا كتعطينا واحد التاريخ ديال منطقه معينه، ولا هي بطبيعه الحال الجبال ومعروفه بهذا. سي ابراهيم انسان يعني اللي متمسك بالحياه رغم التقدم في السن، متمسك في الحياه، باقي يامل بانه كيبان ليه واحد النهار غادي يخرج بوحده، واحد النهار غادي يلبس يمشي للعرس، واحد النهار يعني ممارسه اللي كان كيدير في الشباب ديالو مازال متمسكا بها في خياله وما كيكرهش باش يديرها، ولكن الظروف الصحيه راه ما كتسمعش. اذا حنا كما قلنا هذه كلها يعني الطبع ديالو هادي، انسان هادي، انسان مسالم، انسان طيب، انسان يعني دائما الضحكه لا تفارق فيه، يكثر يعني من الحديث من الكلام يعني في الاماكن اللي كان فيها يدوز فيها اغلب عمر ديالو. وحتى دار الايواء يعني انه اللي دخل لها منذ فتره قصيره حتى هي ولا كيهضر بان راه دخل هذا، راه جانا الفطور، راه خرجنا مشينا تسارينا شويه، يعني كاين مسائل كتكون بسيطه ولكن حنا كنبانوا من خلال الطريقه باش كيتحدى عليها انها لها تاثير ايجابي ولها تاثير يعني صحي ونفسي، كتدخل السعاده للنفس ديالو. القارو القارو تكميت شو؟ التزاوين هو يسا تكميت ساكن يا وشجو تكميت والو إبلا إبلا سيغيكا دغرو هاتي دغرو ما ستبليت صافي بارك وريلا ما تنيوفي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبريس.